سايكي كارز. هذا اول مقطع نزل طبعا في قناه بلاك حمودي، معكم فرانك، معي مايكل هاي، ومعكم ترفيابك اسمه. هذا اول مقطع نزل في قناه بلاك حمودي كيكارز. لا تنسون تضغطون على زر اللايك ومفضله وكومنت وسبسكرايب. يلا باي، هذه صوره للذكرى. فجراً جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. اي عيال وين تبون نروح؟ روح اقرب يا رجال، اقرب بار ولا اقرب اي شيء. يا مايكل وين تبي نروح؟ روح 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 مثل ما قال البدوي ذا اللي وراي، روح روح اقرب بار. اوكي اوكي يلا مشينا 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 لاقرب بار. يلا يا عيال استعدوا يا عيال، نبي نروح بعدين البار السينما. اوكي ما عندك اي مشكله، نروح بعدها سينما. ايه نروح بعدها سينما عادي، بس اهم شيء الحين خلينا نسكر الحين وفيلم امها. يلا 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 نزلنا نزلنا يا عيال، يلا يلا انزلوا 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 انزل يا بدوي انزل. هلا والله هلا 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 بالبار، هلا والله هلا هلا هلا. ما عيال وينكم فيه يا عيال؟ اركبوا يا عيال اركبوا. وينكم فيه يا عيال؟ اركب انت يا اركب اركب اركب. انا سكران انا فل الفل، انا ما اقدر اسوق السياره. اي ابوي انت فل الاول، تعال تعال دقيقه خلينا نتحرش مثل المزه دي، خلينا نتحرش فيها خلينا نتحرش فيها. انت يا حلوه انت وياها ممكن الرقم تجون معنا، عندنا حفلة في البيت. من دب جايين انقلع ضف وجهك. طيب خذ خذ رقم سجلي عندك 0 5 6 3 0 5 6 والباقي ما تغير. هاي طقطقنا عليهم يا رجال، العار ام وجهك انت قدامنا ذا، ايش صدمنا ذا جدي والله صدمنا والله، فلينا ام امه. العمود يلعق عن بيتك العمود، ما تشوف انت؟ يا راسي انا فل الفل، ما تقدر السوق خلاص فل الفل. اي والله فلينا ام امها مع بعض، اي والله فليناها. يبي طلع زي كذا يا عيال، ما في حشيش ما في شراب ما في شيء. يلا عيال انزلوا حولوا 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 عيال حولوا. انتم عيال خربانين، انت يا مايكل ما انت الخربان، انت اللي خربتنا. انت يا بدوي انت خربان، انت ترفيال. اقول خليك ساكت لما رد غبك هنا تسمع. يلا عيال نشوفكم على خير، يلا مع السلامه. لا تنسى زر اللايك، مجرد طقطقه كانت طفشان زي كذا، لا تنسى زر اللايك كومنت وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.